اهلا وسهلا فيكم متابعينا ومتابعين برنامج وسم في حلقة اليوم. راح نبدأ حلقتنا لليوم مع حزب الله اللبناني وعمود اتصالات او برج اتصالات اسرائيلي هو اوكسفورم 3 اسابيع واكثر، وثم راح ننتقل لبريس بورغان وباسم يوسف ويضيفوا الحلقة الثانية، واخيرا مع محمد سلام وبيومي فؤاد والمواجهات بسبب موسم الرياض. تابعونا. في عمود بإسرائيل وهو برج اتصالات، من أكثر من 3 أسابيع حزب الله اللبناني هو عم يقصف هذا البرج، فقتل بسبب هذا البرج أكثر من 60 واحد من حزب الله، ولسه قوة الممانعة عم تنتصر لغزة بقصف هذا العمود، بعد ما تم استنفار كل قواته والمدفعية والدبابات وحشد جيشه والهدف رأس العمود، لحتى يرتاح وهو عم ينتقم لغزة. المهم إسرائيل استهدفت عدة مواقع لحزب الله جنوب لبنان، والزلمة ما بده يرد لحتى يخلص من هالعمود. تعرفوا الولد الصغير وقت بده يصير أو وقت يصر بده شيء ويتنح على هذا الشيء، وإنه خلص ما رح يعمل شيء بالحياة لحتى ياخده أو ياخد شو ما بده. هيك حسن زميرة صير فيه، ما بده يوقف الحرب لحتى أهد العمود. والمشكلة إنه إسرائيل بالفترة الأخيرة عم تترجى لحسن نصر الله أوقف الحرب، نحن ندمانين خلص ما عاد بدنا نعمل حرب، ولكن حسن زميرة لا يمكن انه يوقف الحرب لحتى يسقط العمود، والمعركة ما زالت مستمرة. طبعا انا صار لي حلقتين بستنى شو بده يصير بهالعمود وراح يسقط ولا لا، وبتابع معركة ذات العمود ومين راح ينتصر، والقصف شغال وكل يوم بفتح بتابع اخبار المعركة. لا والاحلى انه حسن نصر الله طلع بخطاب من يومين، بس المشكلة ما حكى عن العمود مع الاسف وخابت توقعات الناس يلي متابعه. طبعا خلونا نتابع الفيديو لمشاهد من قصف العمود، وايضا كاركترات طلعت من متابعين حرب العمود، خلونا نشاهد. وحاليا انتقل تعليقاتكم اعزائنا المشاهدين، وعلق ابو فيصل الزهراني حزب العمود: هل تعلم عزيزي المشاهد العربي والمسلم منذ بداية قصف غزة وحزب الله يقاتل عمود اسرائيلي والى هذه اللحظة لم ينتصر عليه؟ اكرم رباح الاخرس علق: حزب الله حالف يمين ما يخلي انتين او عمود للعدو الاسرائيلي، ويبقى فقط حون الدش، بكرة العصافير والحمام ما بتلاقي شيء توقف عليه. بيان خانجي علقت: أصدق ما قال نصر الله، إنها معركة المقاومة اللبنانية مختلفة عن أي حرب خاضوها، صحيح أول مرة بقاتلوا العمود، عادة بضربوا على الهواء. مصطفى كامل علق: استهزأتم بمعركة العمود، صار قصف حزب الله على الأراضي الخالية بعيدا عن العمود، ارتحتوا الآن؟ وعمر مدنية علق: العوامين بعد أن يعلن حزب الله اللبناني عن انتهاء الحرب مع أرفاق صورة لا يعني عواميد فرحانة. عبود أو الصحفي عبود هو شاب من مدينة غزة، قرر يطلع وينقل للعالم الحياة بمدينة غزة بطريقة أخبارية فكاهية وبمعدات بسيطة جداً ليجذب قلوب كتير من الناس بفترة قصيرة. طبعا اسمه عبد الرحمن بطاح ومعروف باسم عبود، وانشهر كتير بالفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحكى عن كتير مواضيع طبعا داخل قطاع غزة، منها الاجتياح البري لغزة وصعوبة الحياة داخل المدينة وقطاع المياه والكهرباء بالمدينة وغيرها كتير. ولكن الشيء اللي ميز عبود هو الطريقة الفكاهية اللي عم يحكي فيها وابتسامته يلي بتتم موجودة طول الفيديو. خلونا نتابع الفيديو ونرجع لتعليقاتكم. اخواني اخوتي عدنا لكم من جديد من شديد.
اخوان يخرج عندنا لكم من جديد من شمال القطاع لنريكم اخر تطورات في البلاد. يا اخوان هذا القصف وهذا الردع هذا كله ترى ليش؟ لان مقاومتنا في قطاع غزه قتلت شو قتلت؟ فجرت 4 دبابات بس ان انه مفكر انهم يخشوا غزه نزل عليهم لنرجعهم تابوت. الله ينصر دينهم، الله ينصر دينكم يا شيخ. حاليا انتقل لتعليقاتكم اعزائنا المشاهدين وعلقت فاطمه فتوني اشهر مراسل حربي على خط النار في غزه عبود. سندس النجار علقت عبود ماخذ شقفه من قلبي مع غزه ولا بتحمل يصير له اشي وربي الوضع ايس كوفي على الاخر عنا. ام محمد علقت عبود احلى واخضم مراسل لنقل اخبار غزه. الإعلامي المصري باسم يوسف وبعد ما أعلن أنه رح يطلع في حلقة تانية مع الإعلامي مورغان طلع وهالمرة كان ضيف بالاستديو بالأسلوب الجميل نفسه قدر يتفوق مرة تانية وينقل القضية الفلسطينية للمشاهدين. هالمرة باسم أخذ معه قنينة زيت زيتون وأهداها لمورغان وخبره أنه هذا زيت هدية من زوجته ومنه الزيت من الضفة الغربية وهذا أفضل زيت بالعالم لأنه بيستخلصوه من شجر عمره 600 سنة. وهي فيها دلالات على ادعاءات اسرائيليه بانه الارض اسرائيليه وللصهاينه، كان رده بسيط انه هاي الارض عربيه منذ الاف السنين والدليل شجر الزيتون يلي اقدم من المحتل الاسرائيلي يلي حاربه اول ما بدا ببناء مستوطناته وبعد ما هجر اهل فلسطين بدا بقلع اشجار الزيتون. خلونا نشوف مشاهد من اللقاء ونرجع لكم. حاليا انتقلت تعليقاتكم اعزائنا المشاهدين وعلق الدكتور منصور عبد الله باقوه في ارضنا كالزيت والزعتر وهذه اهم رساله اوصلتها لهم ولك ترفع القبعه اخي باسم تحياتي. نسرين طرابلسي علقت لقاء باسم يوسف مع بريس مورغان تاريخي فعلا رايق واضح باسم حكى كل شيء رساله ادانه حتى بجاكيته حلقه عظيمه بريس مورغان ما هان عليه ينهزم جاب باسم على الحلقة وطالعه لعنده على ملعبه ليقول أنا بفهم مثله الطبيب الكوميدي السافر الذي نجح بكل جدية في وضع النقاط على الحروف شكرا باسم. محمود عفيفي علق اللي انت عملته ده هو الأهم والمطلوب يا باسم محتاجين نخاطب المواطن الغربي يلي الصورة بتوصله من جانب واحد بس أحسن. بالانتقال للعالمية وبخصوص القضية الفلسطينية موسم الرياض طبعا موسم الرياض هو مهرجانات وحفلات ترفيهية عالمية بتكون بالعاصمة السعودية الرياض كل سنة وبتستقبل عدد كبير من الزوار. الفنان المصري محمد سلام كان من المفترض عنده مسرحية كوميدية مع مجموعة من الفنانين المصريين في موسم الرياض ولكن بسبب أحداث غزة والقصف على المدنيين قرر محمد سلام أنه ما يشارك في الموسم وما يروح للرياض كنوع من التضامن مع الشعب الفلسطيني وكان متأمل أنه يلتغى أو يتأجل الحفلات في موسم الرياض كنوع من التضامن ولكن الموسم ما زال مستمر. خلونا نشوف الفيديو يلي طلع فيه الفنان محمد سلام ونرجع لكم. اللي ما قدرش يعمل حاجة هيسكت طبعا. أنا أرد هقول أن في الوقت اللي كان فيه إخواتنا في فلسطين بيتضربوا وبيموتوا بالذبح والأطفال النساء والرجال أنا كنت بعمل مسرحية كوميدية بضحك الناس وأرقص وأغني. الشيء اللي خلى هذا الأمر منتشر بكثرة في الأيام الأخيرة وضرب ترند هو الفنان المصري أيضا بيومي فؤاد يلي رد على محمد سلام من على أحد المسارح في موسم الرياض. الجمهور بدأ ينتقد وبشدة بيومي فؤاد ويدعم محمد سلام. صفحة بيومي فؤاد نزل تقييمها إضافة لأنه تحول التفاعل على الفيديوهات فيديوهات بيومي على الصفحة من أضحكني إلى أغضبني بشكل كبير جدا وقام أيضا بيومي فؤاد بقفل التعليقات على الصفحة بسبب مهاجمة الجمهور له من خلال التعليقات.
طبعا نزل عدد المتابعين على صفحة بيومي أكثر من 500,000 متابع خلال ساعات. خلونا نشوف رد بيومي فؤاد على محمد سلام وبنرجع لكم. احنا جايين نقدم فنينا، احنا بنحترمكم وانتم بتحترمونا، من حقك انك تعتذر على المسرحية لكن مش من حقك انك تغلط في فنك. احنا ما بنجيش عشان نضحك حضراتكم، احنا بنقدم فنينا. وحاليا انتقل لتعليقاتكم اعزائنا المشاهدين، وعلق طارق عبد العزيز: محمد سلام عنوان وشرف لكل فنان مصري. ابو جوليا نشر فيديو بيحكي عن الموضوع وعلق: مثال على الشخص الحر الفنان محمد سلام ومهرجان الرياض. محمود صالح علق: كان اولى بك ان تصمت بدلا من ان تتفوه بكلام يغضب الملايين، وهذا رد طبعا لبيومي فؤاد. محمد عبد المعطي ايضا علق برد على بيومي فؤاد: لا مؤاخذه يا عم بيومي، محمد سلام هالمره ده يكسب باكتساح. وحاليا ننتقل لفقره من اقوالهم اعزائنا المشاهدين، وغرد محمد ياسين: وكم من غزه مرت علينا، وكم في الارض من اشباه غزه، يقاتلها العدو بكل وجه ويخذلها القريب بغير عزة. مضر غرد: شيء محزن أنه مظاهرات أوروبا وأمريكا الداعمة لفلسطين أكبر من كل مظاهرات الدول العربية مجتمعة، وسمحوا لهم بالتحرك بشوارع رئيسية سكرت حركة السير وما حبسوهم بمكان واحد. دكتور فيصل القاسم غرد: في هذا العالم الضعفاء في أعين الأقوياء كالحملان في أعين الذئاب. ولهون بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، بتمنى تكون عجبتكم، وعطونا آرائكم واقتراحاتكم في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.